بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، أصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً صالحاً يا رب العالمين. لازلنا في شرح كتاب مجمع الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد المتوفى سنة 909 هجرية. جزاك الله. نعم الله بكلام. ونريد تذكيراً منكم بالموضع الذي وقفنا عنده في شرح الكتاب في الفصل الأول الحكم الشرعي. نعم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نعم، من يقرأ؟ والحكم الشرعي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، وإلا فندب، وإلا أو الترك جزما فحرام، وإلا فكراهة، أو التخيير فإباحة. والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا وهو مرادف الفرض، والأداء ما فعل في وقته وما فعل بعد وقته فقضاء، والإعادة بعد فعله. أحسنت. نعم، الحكم الشرعي، يقول الحكم الشرعي بعد أن فرغ من الأدلة الكتاب والسنة ذكر الحكم الشرعي وهو أحد أركان علم أصول الفقه كما هو معلوم، فقال في تعريفه: هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. المتعلق اسم فاعل باللام المشددة المكسورة، المتعلق. فقوله مقتضى أي مدلول، أي المطلوب، يعني ما دل عليه الدليل. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة ليس حكما شرعيا، لكن مدلوله وهو وجوب إقامة الصلاة هو الحكم الشرعي. فإذا وأقيم الصلاة دليل، ومقتضاه هو الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة. قال مقتضى خطاب الشرع، المراد بخطاب الشرع دليل الشرع، سواء كان الكتاب والسنة وهما الوحيان، أو ما تفرع عنهما من الأدلة. فإن تحريم شيء أو إيجابه بواسطة القياس هو حكم شرعي. وأين خطاب الشرع؟ القياس ليس كتاباً ولا سنة، فكيف تقول حكم شرعي وتقول الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع؟ نعم، فنقول لأن القياس حجيته ثبتت بالكتاب والسنة، وهكذا سائر الأدلة ما عدا الكتاب والسنة هي راجعة إلى الكتاب والسنة. واضح؟ فكلها أحكام شرعية، وهي في الحقيقة مقتضى خطاب الشرع، إما مباشرة كحكم تدل عليه آية أو حديث، وإما بواسطة بأن يكون الدال على الحكم الشرعي ثبتت حجيته بالكتاب والسنة، يعني بخطاب الشرع. واضح؟ نعم. قال المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، قد يرد إشكال بأن يقال من الأحكام الشرعية ما لا يتعلق بأفعال المكلفين، فإن الصبي الصغير الذي يعني دون البلوغ لو أتلف شيئاً وجب ضمانه،
ووجوب الضمان متفرع عن إتلاف الصبي. فقال العلماء: المراد بالمكلفين يعني المكلفون بالقوة أو بالفعل. بالفعل يعني أن يكون بالغا عاقلا، بالقوة يقصدون بالإمكان أي مآله إلى التكليف، أي يمكن أن يكون مكلفا، كالصغير يبلغ فيصير مكلفا، والمجنون يعقل فيصير مكلفا، والنائم يستيقظ فيصير مكلفا. وبعض العلماء قال: لا، الأحسن أن نستبدل كلمة المكلفين بكلمة العباد. خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد ليشمل المكلفين وغير المكلفين. قال: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذه الثلاثة كلمات تناولت القسمين الرئيسين للحكم الشرعي، وهما الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. فقوله بالاقتضاء أو التخيير هذا الحكم الشرعي التكليفي، وقوله أو الوضع هو الحكم الشرعي الوضعي. فقوله بالاقتضاء، الاقتضاء معناه الطلب، الاقتضاء معناه الطلب. أنت إذا قال لك أخوك: أريد النجاح، فتقول: هذا يقتضي منك أن تذاكر. ما معنى يقتضي منك؟ يعني يتطلب منك أن تذاكر. فالاقتضاء معناه الطلب. ثم هذا الطلب إن كان طلب فعل، إما أنه طلب فعل أو طلب ترك. فإن كان طلب فعل، فإن كان جازما فهو الواجب، وإلا فهو يعني وإن لم يكن جازما فهو المندوب. ثم طلب الترك إن كان جازما فهو المحرم، وإن كان غير جازم فهو المكروه. فصارت الأحكام كم في الاقتضاء؟ كلمة اقتضاء اشتملت 4 أحكام. والمباح، أين المباح في التعريف أو التخيير؟ فانتظم التعريف الأحكام، يعني الاقتضاء أو التخيير انتظمت الأحكام التكليفية 5. قال: ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، وإلا فندب. نعم، ما أسمع. الوضع يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله أقسامه، بعض أقسامه ومعناه. قال: ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب كما ذكرنا، وإلا يعني وإن لم يقتضي الفعل على سبيل الجزم، أو نقول إن اقتضى الفعل غير جازم فهو الندب، أي المستحب السنة. قال: أو الترك جزما، أي إن الخطاب إذا اقتضى الترك جزما فإنه يكون الحكم ماذا؟ حراما. وإلا أي إن كان على غير سبيل الجزم، إن كان غير جازم فإنه يكون كراهة. قال: أو التخيير، أي خطاب الشرع إن اقتضى التخيير فإباحة، في بعض النسخ فهي حكم شرعي بعد هذه العبارة، فإباحة بعدها فهي حكم شرعي. فهي حكم شرعي، وهذا واضح جدا أن المباح من الأحكام الشرعية، ولهذا يطلب دليله. العلماء يلتمسون في الإباحة الدليل، كما يلتمسون في الوجوب الدليل، وفي الكراهة الدليل، وفي غيرها من الأحكام.
فصارت الأحكام يعني هذا قوله ثم الخطاب هذا القسم الأول، يعني شرع في بيان القسم الأول الرئيسي وهو الحكم الشرعي التكليفي، فقسمه خمسة أقسام. كان عندك سؤال يا شيخ؟ عندك سؤال؟ طيب. وبعضهم زاد حكمين على هذه الخمسة، وهما خلاف الأولى والعفو. ويقصدون بخلاف الأولى ترك المستحب. خلاف الأولى هو ماذا؟ يعني لا يرد فيه نهي، يعني الفرق بين خلاف الأولى والمكروه ما هو؟ أن المكروه يرد فيه نهي مقصود من الشرع ثم تصرفه القرينة. المكروه يرد فيه نهي شرعي ثم تصرفه القرينة، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا نهي، ثم دلت القرينة وهو شربه صلى الله عليه وسلم قائما على أن هذا النهي ليس نهيا جازما فيكون مكروها. أما خلاف الأولى ما يرد فيه نهي، وإنما هو ترك المستحب أو ترك السنة المؤكدة، يقول بعض العلماء ترك السنة المؤكدة، وبعضهم يقول ترك السنة عموما. يعني مثلا لو ترك صلاة التراويح ما حكم تركه؟ فنقول خلاف الأولى. لو ترك العقيقة لم يعق عن أولاده فهذا خلاف الأولى، لكن ما تقول مكروه لأنه ما ورد فيه نهي، واضح؟ هذا خلاف الأولى، هذا السادس. والسابع هو العفو، الأحكام الشرعية العفو. والعفو يقصدون به الفعل الصادر من غير المكلف، فالصغير مثلا لو فعل محرما من المحرمات، مثلا لو سرق هل يعاقب؟ ما يعاقب، لا عقوبة دنيوية ولا أخروية. فهل نقول يعني الآن فعله هذا ما حكمه؟ الفعل الصادر من الصغير فعله للمحرم، هل نقول مباح؟ ما يصح أن ننسب إلى الشريعة أن الصغير يجوز له أن يسرق أو يشرب الخمر أو يأكل الربا، ما يجوز هذا. هل نقول مكروه؟ لا. إذن نسميه ماذا؟ عفو. ومثله الفعل الصادر من المجنون أو من النائم ونحو ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ العفو، فهذا حكم شرعي. وأساس القسمة هذه لماذا صار سبعة؟ لأن ما من فعل يصدر من العباد إلا وله حكم في الشرع. أي فعل يصدر من العباد له حكم في الشرع، أي إنسان مسلما كان أو غير مسلم، كبيرا أو صغيرا، امرأة أو رجلا، له حكم. وحينئذ فلا بد أن تكون الأقسام سبعة حتى يشمل كل الأفعال، أحكام كل أفعال العباد. وإنما قلنا خلاف الأولى حكم مع أنه ترك، لأن الترك فعل، قاعدة عند الأصوليين أن الترك فعل، الترك فعل، ولهذا يحاسب عليه العبد، واضح؟ تحتاج إلى شرح نشرحها ولا؟ الترك فعل، الترك فعل، ولهذا يحاسب عليه إنسان لو ترك الواجبات يحاسب. لو استنقذه إنسان يعني كاد يغرق مثلا في الماء ويستطيع أن ينقذه فترك، يأثم ولا لا؟ يأثم. يأثم على ماذا؟ على فعل ولا ترك؟ على ترك. وهكذا الأمثلة كثيرة، واضح؟ طيب. قال: والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا. إلى هنا ينتهي التعريف الاصطلاحي للواجب. الواجب قال ما ذم
يعني ما ذم الشارع تاركه، ما ذم تاركه قصدا، يعني لا بد أن الترك يكون بقصد. أما لو ترك الواجب نسيانا مثلا أو سهوا أو عدم علمه بوجوبه، ما يعرف أنه واجب، فهل يذم؟ لا يذم، هذا لا يذم، فلهذا أتى بكلمة قصدا إشارة إلى النية، يعني علم أنه واجب وأمكنه فعله ومع ذلك تركه، فهذا مذموم. قال شرعا، لأن المعتبر في الذم والمدح هنا في الأحكام هو الشرع، لكن لو ذم تاركه عرفا أو عقلا بالعقل المحض فقط فهذا لا عبرة به إن لم يدل عليه دليل الشرع. وكم من الناس من تكون عندهم العوائد تحكمهم بأن تارك الشيء مذموم ويرونه أنه فعل ما لا يسامح فيه ولا يكون واجبا، صح ولا لا؟ نعم يحصل، يعني العزاء مثلا في عرف كثير من الناس لو ترك التعزية أليس يذمونه الناس؟ صح، يذمونه ربما ذما عظيما، بينما هل هو واجب التعزية؟ ليست واجب. شكرا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قال وهو مرادف الفرض، يعني في الاصطلاح، يعني في لسان الشرع وفي كلام الفقهاء، إذا أطلق الفرض أو الواجب فهما بمعنى واحد مترادفان، الفرض بمعنى الواجب. قال والأداء ما فعل في وقته، في نسخة أخرى وهي أحسن من هذه، هكذا والأداء ما فعل في وقته والقضاء بعده والإعادة بعد فعله. أعيد في نسخة أخرى، والأداء ما فعل في وقته والقضاء بعده والإعادة بعد فعله، أليست أولى هذه؟ أولى وأوضح، وإلا فالعبارة التي قرأناها الآن أيضا صحيحة من حيث المعنى، الأداء والقضاء والإعادة. الأداء فعل العبادة، طبعا الأداء والقضاء والإعادة هذه مصطلحات في العبادات فقط، فالأداء فعل العبادة في وقتها فعلا أولا، فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا فعلا أولا، يعني أذن عليه العصر مثلا الآن وقمنا وصلينا، ماذا يسمى هذا؟ يسمى أداء، لأنه فعل في الوقت المحدد شرعا، وهذا الفعل لم يسبقه فعل آخر، لم تسبقه صلاة عصر في نفس اليوم، يسمى أداء. قال والقضاء بعده، يعني القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر شرعا مطلقا، نقول مطلقا لماذا؟ يعني سواء ترك أداء العبادة في وقتها لعذر أو لغير عذر، فإنه مدام خرج الوقت يسمى قضاء. قال والإعادة بعد فعله، بعد فعله يعني بعد فعله الأول، بأن يكون يفعل العبادة في وقتها المقدر شرعا فعلا ثانيا أو ثالثا أو رابعا وما فوق، المهم أن فعله هذا سبق بفعل سواء كان لعذر أو لغير عذر، واضح؟ عفوا كان سواء كان لخلل أو لغير خلل،
لخلل بأن مثلا يصلي العصر ثم يتذكر أنه ما تطهر ما توضأ فذهب وتوضأ وصلى العصر ثانية فعلا ثانية فيسمى إعادة. لغير خلل كأن يصلي وحده منفردا ثم بعد الفراغ يرى جماعة تصلي فيقوم ويصلي معه فإن هذا يسمى أيضا إعادة يسمى إعادة. قال نعم فضل يا شيخ فضل أعيد لا يسمى قضاء يسمى قضاء نعم فضل يا شيخ. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. طبعا للفائدة فقط للفائدة قبل أن العبادة إذا فعلت في غير وقتها ولم يكن لها وقت فأداء. من يعيد؟ إذا فعلت في غير وقتها ولم يكن لها وقت لا ولم يكن لها وقت جزاك الله خير. طيب كيف هذا؟ قالوا يتصور هذا مثلا في شمال الكرة الأرضية فعندهم في بعض البلدان تغرب الشمس ويظهر الشفق ثم لا يلبثون يعني يمكثون والشفق لا زال يعني لا زالت علامات المغرب موجودة ثم تطلع الشمس طبعا هذا موجود أي نعم نعم موجود وفي غيرها في روسيا وغيرها شمال الكرة الأرضية فإذا طلعت الشمس أين وقت العشاء؟ تعرفون الصلوات الخمس مرتبطة بعلامات محسوسة يراها الناس طلوع فجر دلوك الشمس غروب الشمس غياب الشفق الأحمر علامات مرئية محسوسة فهنا هل جاءت علامات وقت العشاء؟ لا يعني لا زال الشفق موجودا لا زال وقت المغرب ثم طلع الشمس طلع الفجر عفوا فدخل وقت الفجر فإذا صلوا العشاء هل صلوها في وقتها؟ لا ما صلوها في وقتها ما غاب الشفق فهل يسمى قضاء أو أداء؟ طبعا هذا له وجه تسميته قضاء له وجه وتسميته أداء له وجه لكن الصحيح والله أعلم أنه يسمى أداء. يصلي المغرب في وقتها ثم بعدها يصلي العشاء أي نعم نعم ويسمى أداء مع أنه ما يصلي في الوقت واضح. ولهذا ما قلنا بعد خروج الوقت قلت في غير وقتها لما سألتكم صح قلت فعل العبادة في غير وقتها واضح ولم يسبق لها وقت. نعم تفضل يا شيخ. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. وفرض العين أفضل منه والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم. والواجب واحد لا بعينه والفعل في الموسع جميعه أداء ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم. وأما إن بقي وفعله فأداء. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. وما لا يتم الواجب إلا به فواجب فهو واجب. ويجوز تحريم واحد لا بعينه ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. أحسنت جزاك الله خير. قال وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. وكان ينبغي نجعلها في سطر واحد لأنه كلام متصل مع بعض. قال وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. ففرض الكفاية أو الواجب على الكفاية هو الواجب الذي إذا فعله بعض من المكلفين سقط الإثم عن الباقي مثل الصلاة على الميت صلاة الجنازة فإنها واجبة لكن وجوبا
كفائيا لا وجوبا عينيا. أما الواجب العيني فهو الذي يجب على كل واحد من المكلفين كالصلوات الخمس، فهو كونه يسقط بفعل البعض لا يعني أن وجوبه على البعض، وإنما وجوبه على الجميع. ما الدليل على أن وجوبه على الكل؟ الخطاب أنه أتى للكل. ها يا شيخ أحسنت جزاك الله، بترك الجميع، بترك الجميع. نعم أحسنت. لا لا أقصد ما الدليل على أن فرض الكفاية وجوبه على الكل مع أنه يسقط بفعل البعض؟ فنقول الدليل على هذا أنهم لو تركوا كلهم مع علمهم وإمكانهم، لو ترك الجميع مع علمهم بالحكم وقدرتهم عليه، من الذي يأثم، البعض ولا الكل؟ الكل. طيب لو فعلوا جميعا، ما هو فعل البعض، فعل الجميع، من الذي يثاب، البعض أو الكل؟ الكل. إذن الثواب والعقاب دليل الوجوب، دليل وجوبه على الجميع. قال وفرض العين أفضل منه، لماذا؟ لأن فرض العين لا يسقط بفعل البعض، فهذا الوجوب ما دام الفعل ما دام أوجبه الله على كل واحد ولم يسقطه عن المكلفين بفعل البعض دل على أنه آكد عند الله من فرض الكفاية. قال والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. الكلام واحد، كان ينبغي أن يكتبه في سطر واحد لأنه مسألة واحدة. قال والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، يعني والأمر أمر الشارع بواحد من خصال متعددة يذكرها مستقيم أي صحيح لا إشكال فيه. طيب ثم يسأل السائل بعد ذلك، طيب ما دام أنها خصال متعددة فما الواجب منها؟ فنقول الواجب واحد لا بعينه، الواجب واحد لا بعينه. إذن هذا يسمى الواجب إيش؟ المخير، ففيه وجوب من حيث الإلزام بالفعل بحيث أنه يأثم لو ترك، ومخير من جهة تعدد الخصال والمطلوب واحد ففيه تخير. قال كخصال الكفارة، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا تخير واجب لكن على التخير، يعني اختار واحدة من هذه. وأيضا كفارة الأذى، حلق الرأس إذا آذته هوام رأسه وحلق رأسه كعب بن عجرة رضي الله عنه، فما هي الكفارة؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام أو صدقة، يعني يتصدق على 6 مساكين، أو نسك يعني ينسك شاة، يذبح شاة. ثم قال والفعل في الموسع جميعه أداء، وتأخيره، كلمة لكن ليست من المتن والله أعلم، وتأخيره مع ظن مانع يحرم، وإن بقي إما هذه، أما هذه أيضا ليست من المتن والله أعلم، وإن بقي وفعله فأداء. والفعل في الموسع، الفعل المأمور به في الواجب الموسع، وهو الذي جعل له الشارع وقتا يسع الفعل وزيادة، كوقت صلاة الظهر مثلا، الوقت طويل يسع ل4 ركعات وأكثر، فهذا الواجب الموسع. قال الفعل في الواجب الموسع، يعني في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الموسع
يعتبر الفعل أداء، يعني إن صلى في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت يسمى أداء، لأن جميعه وقت مقدر شرعا لهذا الفعل. قال: وتأخيره مع ظن مانع يحرم. تأخير المكلف للواجب الموسع مع ظن مانع يمنعه من أداء الفعل يحرم. وهذا يتصور مثلا في من حكم عليه بالقصاص وأذن عليه الظهر مثلا الساعة 12:30، وقالوا له إن القصاص سوف يكون في الساعة 1، فهل يجوز أن يؤخر إلى ما بعد 1؟ يقول: وقت صلاة الظهر طويل وهذا واجب موسع وأجلس إلى آخر الوقت، يجوز له هذا؟ لا، ما يجوز، هذا الآن تضيق في حقه، فحينئذ يحرم عليه أن يؤخره عن هذا الوقت، فلا بد أن يصلي قبل 1. قال: وإن بقي وفعله فهل هو أداء أو قضاء؟ أداء. أداء يعني كيف؟ يعني هذا الذي حكم عليه بالقصاص الساعة 1 وتضيق الوقت في حقه، صار الوقت في حقه ليس مثل بقية الناس، نعم، يعني صار كأنه بعد 1 كأنه بعد خروج الوقت، لأن الوقت الآن لا بد أن يصلي قبل 1. لكن إن جاءت 1 وقالوا له إن أولياء الدم عفوا عن القصاص فجاء وصلى بعد 1، ففعله أداء أو قضاء؟ أداء، يكون أداء لأنه فعل في الوقت المقدر شرعا. قال: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. وما لا يتم الواجب إلا به واجب، كلمة فهو ليست في أكثر النسخ المطبوعة، نحن نجتهد قدر الإمكان في تصحيح النص بالرجوع إلى النسخ المطبوعة، وإلا فهذا لا يغني عن الرجوع للنسخ المخطوطة وإخراج نص محقق لمتن الكتاب. قال: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. عندنا ما لا يتم الوجوب إلا به، وعندنا ما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. السبب الموجب للفعل هل هو واجب عليك؟ ليس واجبا. فمثلا هل نقول يجب عليك أن تكتسب مالا يبلغ نصابا لتخرج الزكاة؟ لأن سبب وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب، فهل تكلف بأن تجعل مالك بلغ النصاب، يعني أن تنميه ليبلغ نصابا فتخرج الزكاة؟ فنقول لا، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. حضور العدد في الجمعة 40 عند من يشترط ذلك، هل هو واجب عليك أنت أن تجعلهم 40 لكي يصلوا صلاة الجمعة وهي فرض؟ لا، ليس كذلك. واضح؟ ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لأنه ليس في قدرة المكلف. ما هو الواجب إذن؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة، طيب أوجب الله يعني أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، فما حكم أن تسعى إلى الجماعة، أن تمشي أو تقود دابتك أو سيارتك؟ فنقول واجب. لماذا؟ حتى لو لم يجبه الشرع، لو فرض يعني، لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب وهو شهود الجماعة إلا بهذه الوسيلة، فتكون الوسيلة واجبة. أوجب الله على الناس الحج، فما حكم أن يسافر من بلده إلى مكة؟ واجب. لماذا واجب؟ السفر واجب، لأنه لا يتم الواجب وهو الحج إلا بالسفر، فيكون السفر واجبا. واضح؟
واضح يا شباب؟ طيب. قال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه. نعم، يعني كمان أن هناك عندنا الواجب المخير، فهناك ذلك في التحريم يجوز أن يحرم واحد لا بعينه. مثاله: لو أسلم شخص وكان عنده زوجتان أختان، فأسلم، فلما أسلم قال يحرم في الإسلام أن تجمع بين الأختين، فالمحرم عليه المرأتين معا ولا واحدة؟ واحدة. طيب الأولى ولا الثانية؟ فنقول المحرم واحد لا بعينه، فحينئذ يطلق إحداهما. طيب. قال: ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. نعم، يمكن أن يكون الفعل الواحد في بعض الصور يثاب عليه ويعاقب عليه، لأن له جهتين مختلفتين، جهة توجب وجهة تحرم. مثاله: الصلاة في الدار المغصوبة، لو غصب من شخص دارا هذا محرم، ظلم هذا وتعدي على أموال الناس. طيب مكثه في الدار هو استمرار للغصب، صح؟ يعني حتى نفس المكث هذا، الأيام والليالي هذه تمر عليه كلها يأثم عليها. طيب أذن عليه ودخل الوقت، فأذن المؤذن، يجب عليه أن يصلي. طيب الصلاة هذه مكثه للصلاة، مكثه لأداء الصلاة، هل يثاب عليها؟ نعم، لأن الله تعالى يقول أقيم الصلاة، وقال تعالى وأقيم الصلاة، فهو مطيع لربه، استجاب لداعي الشرع فأقام الصلاة. طيب هل يأثم أيضا على هذا المكث الذي يقضيه في الصلاة؟ نعم، لأنه استمرار للغصب، وقت الصلاة هذا الذي يقضيه في الصلاة هو استمرار للغصب، فيأثم عليه، فيمكن هذا في بعض الصور كما ذكرنا. نعم، تفضل يا شيخ. والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مرادف السنة والمستحب، والمكروه ضده، والمباح ما استوى طرفاه. وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا بحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. نعم، أحسن. قال: والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. إلى هنا ينتهي تعريف الندب اصطلاحا. فالندب المندوب، يعني الفعل المندوب، يوافق الفعل الواجب من جهة ويخالفه من جهة، فيوافقه من جهة الثواب على الفعل، فإن الواجب يثاب فاعله والمندوب يثاب فاعله، لكن يخالفه من جهة الترك، فإن تارك الواجب يأثم وتارك المندوب لا يأثم. قال: وهو مرادف السنة والمستحب. وفي بعض النسخ: وهو مرادف المستحب والمسنون، وليس بينهما كبير فرق. يعني يقصد أن المندوب له أسماء اصطلاحية أخرى، فيسمى مندوباً ويسمى مستحباً ويسمى مسنوناً ويسمى رغيبةً ويسمى فضيلةً ويسمى نفلاً، أسماء متعددة، ويسمى سنةً. نعم. طيب. قال: والمكروه ضده. ضد ماذا؟ المندوب. فالمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله، كما مثلنا، قلنا مثل الشرب قائماً مكروه، صح؟ أو مثلاً الاستنجاء باليمين كذلك مكروه، مع أنه ورد فيها النهي، لكن وجدت القرائن الصارفة، فالشرب قائماً صرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شرب قائماً، والاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين، صرفته القرينة، وهي كونه في باب الأدب، ما
والعلماء يقولون إن باب الآداب النواهي فيها محمولة على الكراهة والأوامر محمولة على الندب، واضح؟ وقد يصرفه الإجماع مثل القزع، وهو أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضاً لا لقصد التشبه بغير المسلمين، يعني مجرد فقط حلق بعض الرأس وترك بعضه، فهذا أيضاً مكروه، وصرفته قرينة الإجماع، فإن بعضهم حكى الإجماع على الكراهة. أما قصد التشبه شيء آخر، واضح؟ لأن الحكم قد ينصرف إلى شيء آخر بنية أخرى. قال: والمباح ما استوى طرفاه. ما هما الطرفان؟ ما استوى طرفاه، يعني إيش؟ الفعل والترك. طيب، عندنا المباح، عندنا فعل وترك، وعندنا ثواب وعقاب. فصور المباح أربعة، صور المباح أربع، حاصلة من ضرب اثنين في اثنين: الفعل والترك، ولا ثواب ولا عقاب، يعني عدم الثواب وعدم العقاب. فصار المباح يصدق بكم؟ يعني يوصف بأربعة أشياء. ماذا؟ نقول: إذا فعل لا يثاب، إذا فعل لا يأثم، إذا ترك لا يثاب، إذا ترك لا يأثم. كم صورة؟ أربعة. هذا المباح. وتستطيع أن تختصرها فتقول: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه، ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه. نعم، هذا هو المباح، هذه حقيقة المباح. إنما المباح قد يأخذ حكماً آخر من جهة أخرى، كما أن يكون وسيلة لواجب فيصير واجباً بهذا الاعتبار، كما قلنا السفر أصله الإباحة، وأن يسافر للحج يصير واجباً، ولو سافر لمعصية والعياذ بالله يأثم على السفر ولا لا؟ يأثم، مع أنه في الأصل كان مباحاً. نعم نعم، ويتصور حتى هذا في المكروه وفي المندوب، واضح؟ واضح؟ يعني مثلاً التطيب للجمعة سنة، طيب وأن يسعى لأن يشتري يثاب ولا لا؟ يثاب. ونفس الشراء يثاب عليه؟ يثاب، لأنه وسيلة إلى المندوب. فمن كان يسأل يا شيخ؟ مثال المكروه، من يمثل لنا المكروه؟ وسيلة لمكروه؟ هو قد يخفل علينا المثال أحيانا، لكنه يتصور هذا. من؟ طيب، لعله يأتي بعد قليل. إيه، لكن كيف تكون الوسيلة إليه؟ يعني مثلا، نعم أحسنت، يعني شراء آلة ليحلق بها القزع، ليفعل بها القزع، جزاك الله خير. نعم. طيب، قال: وخطاب الوضع، هذا هو القسم الثاني الرئيسي من أقسام الحكم الشرعي. وقلنا الحكم الشرعي ينقسم قسمين رئيسين: حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم الشرعي الوضعي، قال: ما استفيد بنصب الشارع، وفي بقية النسخ المطبوعة: ما استفيد بواسطة نصب الشارع. والأمر يسير، يعني المعنى لا يتغير. إذن خطاب الوضع، يعني طبعا الخطاب معناه الحكم، فأحيانا الأصوليون يقولون خطاب، وأحيانا يقولون الحكم، أحيانا يقولون الخطاب التكليفي، وأحيانا يقولون الحكم التكليفي، وأحيانا يقولون خطاب الوضع، وأحيانا يقولون الحكم الوضعي. فالخطاب معناه الحكم، والحكم والخطاب. ثم قال: خطاب الوضع ما استفيد، أي مقتضى، كما قلنا هناك مقتضى، بواسطة نصب الشارع، يعني شيئا من الأشياء، أمرا من الأمور، أن ينصبه الشارع، يعني يضعه علما معرفا، أي أمارة تعرف المكلفين بحكم الله،
أن يوجد الحكم عندها عند هذه الأمارة والعلامة، واضح؟ علما بمعنى علامة، علما هنا بمعنى علامة، علامة على شيء. قال: لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، فمن رحمة الله بخلقه أن يسر لهم معرفة أحكامه بواسطة الحكم الشرعي الوضعي. فوضع هذه الأمارات علامات على الحكم، على حكم الله، إذا وجدت معناها وجد عندها الحكم أو انتفى عندها الحكم، على ما سوف يأتي في أقسام الحكم الوضعي. فإذا وضع الشارع شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه إلى آخره، عرفنا أن هذا حكما، أنه حكم شرعي وضعي. فدلوك الشمس، دلوك الشمس معناها ميلان الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب قليلا، فإذا دلكت الشمس صار هذا علامة وأمارة على وجوب صلاة الظهر. من الذي وضع الدلوك الشمسي سببا لوجوب صلاة الظهر؟ الشرع. الشرع، نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع ذلك، فيسمى حكما ويسمى خطابا، يعني الدال عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب، ومن الذي وضع القصاص مانعا من الإرث؟ الشارع. واضح؟ فيسمى مانعا ويسمى حكما شرعيا وضعيا. قال: ومنه، ثم قال بعد ومنه ذكر عدة أقسام للحكم الشرعي الوضعي، فذكر العلة والحكمة والسبب والشرط والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. عليكم السلام ورحمة الله. فالأول هو العلة. العلة حكم شرعي، وهي الوصف الظاهر المنضبط، وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم. وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم. فالإسكار علة، علة لماذا؟ لتحريم شرب الخمر. طيب، كون الإسكار علة حكم ماذا؟ حكم شرعي ولا عقلي ولا حكم شرعي؟ هذا حكم الله، فحتى التعليل العلة نفسها هي حكم شرعي، يعني ليس نتيجة القياس هو فقط الحكم الشرعي، بل حتى تعليل الحكم هو حكم شرعي. أن تقول علة تحريم شرب الخمر هو الإسكار، هذا حكم شرعي، ولهذا يشترط له أن يصدر عن مجتهد ويثاب إذا اجتهد فاستخرج علل الأحكام. واضح؟ ويجب اعتقاد ذلك عند من صح عنده، صحت عنده العلة، يجب اعتقاد أن العلة هي كذا. وكل هذه آثار الحكم الشرعي، فالعلة نوع من أنواع الحكم الشرعي الوضعي. إذا وجد الإسكار وجد عنده الحكم. فقولنا يعني كونه مناطا للحكم يعني محل تعليق الحكم، مناطا أي محل تعليق الحكم، يعني علق الحكم به، فالتحريم دائر مع الإسكار. واضح؟ إذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى. نعم نعم، يعني علامة على الحكم، علة. نعم، جزاك الله خير. قال: والحكمة، ومنه العلة والحكمة. الحكمة حكم شرعي أيضا عند بعض يعني الأصولين ومنهم المؤلف رحمه الله.
والفرق بينه وبين العلة أن الحكمة هي علة العلة، الحكمة هي علة العلة، يعني بمعنى أن السبب القريب هو العلة والسبب البعيد هو الحكمة. يعني لنقول السبب المباشر الذي يوجب الحكم هو العلة، والسبب غير المباشر هو الحكمة. كيف هذا؟ مثلا لو قلنا سافر مثلا زيد، وفي أثناء السفر صلى الظهر ثنتين قصر الصلاة، فنقول لما جاز لزيد أن يصلي الظهر ثنتين؟ أنا الآن ما أسأل عن الحكم، هو جائز، لكن أسأل فقط عن إيش؟ العلة. أقول لما، ولهذا سألت بلما، لما جاز لزيد أن يصلي الظهر ركعتين؟ فتقول لأنه مسافر. إذن السفر ماذا؟ علة. واضح؟ سبب وعلة. طيب، فأرجع وأسأل مرة أخرى وأقول لما المسافر يقصر الرباعية؟ فتقول لدفع المشقة. إذن السؤال الثاني وجه لماذا؟ للعلة نفسها. ما قلنا لما جاز، قلنا لما السفر يعني مبيح للقصر، فتقول لدفع المشقة. مثال آخر، لما يجب قتل زيد؟ فتقول لأنه قتل عمدا عدوانا. هذا ماذا؟ هذا علة. فأقول طيب لما القتل العمد العدوان يوجب القصاص والقتل؟ فتقول نعم، لحفظ نفوس الناس، لحقن الدماء، فهذه حكمة. فتلاحظون الحكمة هي علة العلة، فليست هي التي تباشر الحكم، وإنما هي ما وراء ذلك، الأسرار، أسرار التشريع وحكمه، مقصود الشارع. واضح؟ لكن العلة أقوى من الحكمة، لأن العلة يشترط فيها الانضباط، الاضطراد، وأما الحكمة فقد توجد وقد تنعدم، ومع ذلك الحكم يبقى. فالسفر كلما وجد السفر كلما وجدت الرخص، قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. لكن المشقة، قد يسافر ولا يجد مشقة، ومع ذلك يباح له هل القصر. واضح؟ طيب، قال والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. هذا القسم ايش؟ النوع الثالث من أنواع القسم الثاني الرئيسي، النوع الثالث من أنواع الحكم الشرعي الوضعي. بعد أن ذكر العلة والحكمة ذكر السبب، السبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، كما مثلنا بدلوك الشمس فإنه سبب لوجوب صلاة الظهر، بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة. واضح؟ وحينئذ يبقى ما الفرق بين السبب وبين العلة؟ ما دام أنه جعلها نوعين مختلفين إذن بينهما فرق، وإلا كان نوعا واحدا. فهذه يختلف فيها العلماء اختلافا يعني على عدة أقوال، ولعل الأقرب والله أعلم أن السبب ما لا يتعقل معناه، يعني ما لا مدخل للعقول في إدراك كونه سببا، مثل دلوك الشمس يوجب عليك أن تصلي أربعا، لما؟ فتقول الله أعلم، لا توجد علاقة يعني محسوسة أو مدركة بالعقول تدل على العلاقة بين دلوك الشمس، ميلان الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وبين أربع ركعات.
لكن العلة للعقول فيها مدخل، يعني تدرك العقول الصحيحة وجه كونه وجه كونها علة. فمثلا الإسكار علة تحريم الخمر، فهل للعقول مدخل هنا في إدراك الحكمة؟ الجواب نعم لا شك، لأن الإسكار معناه إيش؟ تغطية العقل، يعني أن يصير العاقل كالمجنون، فيناسب حينئذ تشريع تحريم الشرب حفاظا على عقول الناس. طيب، قال: والشرط النوع الرابع الشرط، قرأت هذا يا شيخ؟ ما قرأت، تفضل. والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. أحسن. بعدها اكتب بعدها في سقط في المتن: والرخصة ما ثبت، عندك موجود؟ ما شاء الله. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طيب، نرجع إلى الشرط. الشرط هو النوع الرابع من أنواع الحكم الشرعي الوضعي. فقال في تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وفي بعض النسخ ولا عدم لذاته. ولو قال لو عرف الشرط بنحو تعريف السبب لكان أخصر وأوضح. لاحظوا في السبب ماذا قال؟ ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، فكان يكفي في الشرط أن يقول: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ويقف عند هذا ويكون حدا جامعا مانعا لا إشكال فيه، فلا حاجة لقوله ولا عدم لذاته، وجود ولا عدم لذاته يكفي، يقول: ولا يلزم من وجوده وجود. هذا الشرط، فقال: ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه عدم الحكم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود للحكم. فالطهارة بالنسبة للصلاة ماذا نقول؟ هي شرط. يلزم من عدم الطهارة، يعني عدم الوضوء، عدم المشروط، عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود هذا الشرط وهو الطهارة وجود الحكم وهو الصلاة. فلو توضأ في أي وقت من ليل إلى النهار نقول تلزمك الصلاة ما دام أنك توضأت؟ لا، ما يلزم هذا، واضح؟ ولا عدم أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما فهمت السؤال، شو كان استفتاء؟ من اللي سأل؟ فين هو سائل؟ كان رده له يستفتي غير يعني المفتين. نعم. طيب، نعم، كنا نقول ماذا؟ نعم، ولا يلزم من وجود الشرط وهو الطهارة مثلا وجود الحكم وهو الصلاة، ولا عدم الصلاة أيضا. لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه أيضا، واضح؟ طيب، طبعا هو ما ذكر المانع هنا، ما ذكر المانع، فمن يعرف لنا المانع بناء على تعريف الشرط والسبب؟ أي شيخ؟ أحسنت، أحسنت، ما شاء الله، جزاك الله خير. إذن المانع ما هو؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، مثل الحيض إذا حاضت المرأة فإنه يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، عدم وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدمه الوجود،
فلا نقول يجب عليك أن تصلي لأنك لم يعني لست بحائض، لا، إنما يجب عليها بوجود السبب وهو دخول الوقت. واضح؟ نعم. ولهذا بعض الأصوليين ضبط الثلاثة بعبارة مختصرة فقال: المعتبر من الشرط عدمه، ومن المانع وجوده، ومن السبب وجوده وعدمه. أعيد؟ طيب، قالوا: المعتبر من الشرط عدمه، ومن المانع وجوده، ومن السبب وجوده وعدمه. واضح؟ نعم. وهذا صحيح، يعني هذه العبارة صحيحة، وهذا هو المطلوب المقصود فيها. المعتبر يعني المطلوب في الشرط أنه إذا ترك لم تصح الصلاة، المانع إذا وجد يعني انتفى وجوب انتفى الحكم، وإنما يجب بوجود الأسباب ولا دخل المانع في هذا، والسبب وجوده وعدمه، لأنه إذا وجد الحكم، وإذا انعدم الحكم، فهما سواء الوجود والعدم بالنسبة للسبب. قال: والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. هذا النوع الخامس، ليس كذلك؟ هذا الخامس وهو الصحة. فالصحة عرفها مرتين لأن الصحة تدخل بابين من أبواب الفقه الإسلامي، وهما العبادات والمعاملات. الصحة تتصور في العبادات وفي المعاملات، يعني المعاملات بشقيها المالي والأسري، فلهذا عرفها بتعريفين لأن الصحة في كل منهما تختلف عن الأخرى. ففي العبادات وقوع الفعل من المكلف يكفيه ويسقط عنه القضاء، وقوع الفعل يكفيه يعني يجزئه، وقوع الفعل كافيا أي مجزئا مسقطا للقضاء، فإذا أذن عليه العصر وقام وصلى مستكملا للشروط والأركان والواجبات، فحينئذ نقول صلاتك صحيحة. ما معنى صلاتك صحيحة؟ أي سقط عنك قضاؤها وصار فعلك مجزئا. طيب، وفي المعاملات ترتب أحكام المعاملة المقصودة بها شرعا عليها، ترتب أحكام المعاملة عليها، يعني تترتب عليها الآثار. فزيد باع عمرا دابته بمئة دينار مستكملين كل شروط البيع، نقول بيعكما صحيح، بيعك صحيح، هذه المعاملة صحيحة. فيقول: ما معنى صحيح؟ فنقول: ترتبت عليها الآثار، ما كان بيد عمرو صار ملكا لزيد، وما كان بيد زيد صار لعمرو، انتقلت الملكية الآن. صح؟ واضح؟ وحينئذ يملكها ويهبها ويبيعها ويتصدق بها، تترتب كل الآثار على هذا الفعل. قال: والبطلان والفساد يقابلانها، أي الصحة. فهذا هو القسم السادس، عفوا النوع السادس، هذا النوع السادس. ما هو؟ البطلان. ثم قال بعده: والفساد، يقصد أن البطلان والفساد بمعنى واحد فهما مترادفان. واضح؟ وحينئذ كيف نقول في تعريف الباطل في العبادات؟ أحسنت، وقوع الفعل، أحسنت، وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء،
وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء. طيب، وكيف نعرف الباطل في المعاملات؟ نعم، عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، تنفي فقط، تعكس، تقول عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. فلو باعه دابته، يعني أو سيارته، باعه سيارة لا يملكها، غصب من شخص سيارة أو سرقها ثم ذهب وباعها، ما حكم البيع؟ فتقول باطل. ما معنى باطل؟ لم تترتب عليه الآثار. ولو صلى بغير طهارة أو لغير القبلة وهو يعلم بالجهة القبلة فصلاته باطلة. نعم، والفاسد والباطل بمعنى واحد، واستثنى يعني بعض الفقهاء صورا فرقوا فيها بين الفاسد والباطل للحاجة إلى التفريق، لأن الحكم يختلف حينئذ، فاضطروا إلى تغيير المصطلح، وهما صورتان وبعضهم يزيد عليهما. الأولى، المسألة الأولى في الحج، والمسألة الثانية في النكاح. التي في الحج قالوا الباطل، يعني الحج الباطل، هو ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، يعني ذهبوا إلى حج ثم في أثناء الحج ارتد عن الإسلام، فنقول حجه باطل ولا نقول حجه فاسد، لأنه ما يترتب عليه أحكام الحج الفاسد من المضي فيه وإتيان بحج في عام قابل، واضح؟ إنما يجب عليه أن يعود للإسلام ويتوب. طيب، والحج الفاسد هو ماذا؟ أن يجامع قبل التحلل الأول، فنقول حجك فاسد ولا نقول حجك باطل، لأنه ينبني عليه أحكام غير أحكام الأول، فيجب أن يمضي فيه ولا يعتد به، ويجب عليه الحج من عام قادم. والمسألة الثانية في النكاح، فقالوا النكاح الباطل هو ما اتفق الفقهاء على بطلانه، كان ينكح المعتدة أو ينكح امرأة خامسة، هذا بإجماع العلماء أنه لا يصح، فهذا يسمى نكاحا باطلا. وأما النكاح الفاسد فهو ما اختلف الفقهاء في تصحيحه، ما اختلف الفقهاء في تصحيحه، كأن تنكح المرأة الرشيدة البالغة الرشيدة العاقلة تنكح بلا ولي، فهذا يجوزه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولا يجوزه، يعني يصححه أبو حنيفة رحمه الله ولا يصححه البقية. فعند غير الحنفية، يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة، يسمونه نكاحاً إيش؟ باطلاً ولا فاسداً؟ فاسداً، واضح؟ وإنما تفرقوا في الإصطلاح لاختلاف في الأحكام، فإن النكاح الباطل يعتبر وجوده كعدم، يعني كالزنا والعياذ بالله، ولهذا يقام عليهما الحد إن كان يعلمان. أما النكاح الفاسد فإنه يمضيان فيه إذا عقد لهما من يرى حل ذلك، وتنبني عليه بعض أحكام النكاح الصحيح. قال: والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. أحكام الشرع كلها عزائم ورخص، يعني إما عزيمة وإما رخصة، والعزيمة والرخصة هما القسمان السابع والثامن، نوعان من أنواع الحكم الشرعي الوضعي، السابع والثامن، السابع العزيمة والثامن الرخصة. فالعزيمة الحكم الثابت بدليل شرع خال عن معارض راجح، كوجوب الصلاة، وجوب صوم رمضان والحج، هذه عزائم ولا رخص؟ هذه عزائم، لأن أحكام شرعية ثبتت بالدليل ولا يعارضها دليل يقتضي خلافها، واضح؟ فقوله عن معارض الراجح يخرج وجود المعارض المساوي أو الأرجح، فحينئذ ما يسمى عزيمة، لأنه كان مساويا فلا يسمى حينئذ عزيمة ولا رخصة حتى يطلب المرجح،
فنعرف بعد الترجيح ما هو العزيمة. وإن كان راجحا، يعني حكم شرعي ثم ثبت ما يعارضه وهو راجح عليه، فهو متروك العمل به أصلا، فلا يسمى عزيمة، فيكون مرجوحا أو منسوخا، وحينئذ لا يسمى عزيمة لأنه متروك العمل به أصلا. تفضل يا شيخ. وضح يا شباب؟ وضح ولا في إشكال؟ طيب، العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي، حكم مستقر دائم في الأصل مضطرد، لا يعارضه ما هو راجح عليه أو مساو له، كما مثلنا بوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج ووجوب بر الوالدين إلى آخره. هذه عزائم ولا رخص؟ عزائم. هل يوجد ما يعارضها، ما يقتضي كونها مرجوحة متروكة العمل في الدين؟ لا. فقوله عن معارض الراجح يخرج الحكم الشرعي الذي عارضه ما هو أولى منه أو ما هو ملغ له. كيف؟ النهي عن أكل ما مسته النار، هذا حكم كان في الشرع صح؟ هل يسمى عزيمة؟ لا، ما يسمى عزيمة. طيب لماذا؟ وقد ثبت بالدليل الصحيح، فتقول عارضه راجح عليه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. واضح؟ واضح الآن يا شباب؟ وإن كان مساويا له ما يسمى أيضا عزيمة. لماذا؟ لأنه ما يمكن العمل بالشيء وما يساويه في المعارضة، لابد أن أحد الحكمين هو الراجح، فتطلب الراجح، وبعد الترجيح سوف يتبين لك أنه حينئذ العزيمة الذي خلى عن معارض راجح. يعني في عند حالة التعارض أين الحكم منهما؟ سوف تقول لا أدري صح؟ حينئذ لا أدري تحكم عليه بأنه عزيمة أحد الأمرين؟ لا، أنت تقول لا أدري أهو هذا أو هو هذا. مثلا نقض الوضوء بمس الذكر، لو تساوى عندك الدليل في حالة المساواة أين العزيمة منهما؟ نقض الوضوء ولا عدم النقض؟ أين العزيمة؟ فتقول ما أدري. طيب لماذا؟ لأنه الآن مع المساواة يمتنع العمل أصلا، صار كالمجمل في حقك، ولهذا لو سئلت سوف تقول، لو سئلت أيهما حكم الله؟ فتقول لا أدري، إلى أن تلتمس المرجح. فإذا ظهر المرجح وعملت بأحدهما وهو مثلا عدم نقض الوضوء مثلا، صار هو العزيمة الآن عندك. واضح؟ فقوله عن معارض راجح يخرج كم صورة؟ صورتان، يخرج صورتين عفوا، وجود المعارض الراجح أو وجود المعارض المساوي. قال والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. إذن الرخصة عكس العزيمة، عكس العزيمة، فهي ما ثبت العزيمة وثبتت على وفق الدليل، لكن الرخصة على خلاف الدليل. فالمضطر إذا كان شخص في برية وكاد أن يهلك من الجوع وما وجد إلا ميتة، هل يأكلها؟ يأكل. هل هذا رخصة ولا عزيمة؟ هو رخصة من هذه الجهة، وهو أنه أحل له أكل ما حرمه الله في الأصل وهو الميتة. واضح؟ لكن الحكم الشرعي قد يوصف بأنه رخصة عزيمة باعتبارين، يعني نفس الحكم يوصف بوصفين، أنه رخصة وأنه عزيمة، لكن بنظرين مختلفين، بجهتين مختلفتين. فأكل الميت للمضطر هو رخصة من جهة أنه على خلاف الدليل، الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، وأنت الآن نقول يباح لك أكل ميتة رخصة من الله، وهو عزيمة من جهة أنه يجب عليه استبقاء نفسه، حفظ النفس هذا واجب عليه أصلا، فيجب عليه من الأكل إبقاء للنفس
واضح؟ واضح يا شباب؟ نعم. ومثل التيمم عند الخوف من استعمال الماء، عنده مثلا جراحة أو نحو ذلك، بحيث أنه لو استعمل الماء يعني يقع في حرج عظيم أو يكاد يهلك أو يهلك، فإنه يباح له يعني التيمم، يكون التيمم رخصة في حقه من هذه الجهة أنه ترك الماء مع وجود الماء، لكنه عزيمة من جهة ماذا؟ أنه يجب عليه أن يستبيح الصلاة بطهارة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتيمم، فيتعين عليه، يجب عليه، ولهذا لو ترك التيمم يأثم ولا لا؟ يأثم، فدل على أنه واجب في حقه، صار عزيمة. هاي شيخ الاستحسان؟ نعم صحيح، نعم قريب الاستحسان، يعني يثبت على خلاف القاعدة العامة بدليل يقتضي ذلك، نعم قريب منه، نعم صحيح. كيف يا شيخ؟ هو الرخصة من هذه الجهة استحسان من جهة أخرى، ولأن الاستحسان قد يأتي في غير النصوص، قد يأتي في المصلحة، قد يأتي في العرف، يعني مثلا عقد الاستصناع جائز ويسمونه استحسانا صح؟ فهل هو على خلاف الدليل؟ أين الدليل الدال؟ واضح؟ فيعني الاستحسان قد يكون أعم، والله أعلم. بقي شيء لعلنا الوقت، يعني هو يعني يبقى التفريق فقط، ربما التفريق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، ما الفرق بينهما؟ يعني للفائدة فقط، يعني طيب من الفروق، هي عدة فروق لكن أذكر من أهمها، الحكم التكليفي من اسمه يناط بفعل المكلفين، واضح؟ ولهذا الصلاة ما تجب على الصبي صح؟ فلا تكون إلا متعلقة بأفعال المكلفين. أما الحكم الوضعي أحيانا يكون بأفعال المكلفين وأحيانا يكون بأفعال غير المكلفين، يتعلق بأفعال غير المكلفين. الصبي إذا أتلف المال هل تجب الضمان؟ أنا أقول يجب الضمان مع أنه غير مكلف. لماذا؟ لأن الإتلاف سبب للضمان، والسبب حكم شرعي وضعي. التكليفي يشترط له العلم والقدرة، يشترط له العلم والقدرة. أما الوضعي فليس بشرط، فقد يثبت الحكم الوضعي حتى من غير ما عدم العلم به. فلو طلق المرأة ثم أرجعها، استرجعها ولم تعلم، هل يثبت الرجوع؟ يثبت. لو زوج ابنته الصغيرة وهي لا تدري، هل تثبت الزوجية؟ تثبت ولو لم تدري. واضح يا شباب؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.